تعرف على حضرتك؟ ياسر الشعراوي محامي واحد المصابين في ثوره 25 يناير. استاذ ايه اللي حصل النهارده في المحكمه والله؟ تم تاجيل الجلسه ل 22/10 وصرحت الهيئه للدفاع بالطلبات اللي قدموها، ومن ضمن الطلبات ديت استخراج شهاده من المجلس الاعلى للقضاء بالاماكن اللي تم انتداب المستشار احمد رفعت اليها، لانه قد يكون تم انتدابه الى رئاسه الجمهوريه. حضرتك شايف سير القضيه ايه، او هل فعلا هيقبل الرد ام لا؟ والله بص، هو سير القضية من الأول حتى الآن لا يبشر بالخير، ده كله ممكن يكون بينضحك على الشعب كله، احنا ما بنتكلمش عن المحامين ولا المدعين بالحق المدني، احنا بنتكلم على الشعب كله بينضحك عليه لصالح مجموعة من الخونة باعوا البلد. حضرتك كنت حاضر شهادة المشير؟ لا ما حضرتهاش، جيت متأخر. حضرتك محمد عويس المحامي واحد المحامين المدعين بالحق المدني. امنيه غير عاديه، تفتيش غير عادي. المحكمه بدات الساعه 9 الا ربع، وبعد كده اغلق البيبان، وفوجئنا بوجود كرسي للشاهد، وفوجئنا بالشاهد داخل بزيه الرسمي، وفوجئنا للرئيس القاضي بيقول له اتفضل اقعد، وفوجئنا باللي هو منعنا اللي احنا نقدم اسئلتنا او نسال الشاهد اي اسئله، في حين اللي هو سمح للمحامين محامي المتهم حبيب العدلي بالتوجيه الاسئله واكثر من 10 اسئله. والنهارده في المحكمه لا، النيابه وجهت السؤالين وهو رفض السؤالين دول، يعني بيذبح القطه للمحامين المدعين بالحق المدني الاول يعني. والنهارده في المحكمه، في محكمه الرد النهارده، المحكمه اظهرت الوجه الحقيقي للقضاء المصري واثبتت ان القضاء المصري قضاء شامخ، قضاء لا معلش ما... ما... لا 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 معلش النهارده يعني صرحت لنا ماشي، هي صرحت لنا بالطلبات اللي احنا طلبناها، صرحت بصوره رسميه وشهاده من مجلس القضاء، شهاده من مجلس القضاء الاعلى بما بالجهات التي انتدب اليها المستشار احمد رفعت، صرحت لنا بالصور بالشرايط، كوبي من الشرايط اللي صورت منها الجلسه واللي يظهر منها سلوك المستشار احمد رفعت مع المحامين، وصوره رسميه من المحاضر الجلسات التي في الجلسه التي الجلسات التي حضرناها والطلبات اللي احنا قدمناها، صوره رسميه من الطلبات دي، ونشوف اذا كان اتعامل مع المحامين باستخفاف او عدم احترام او لا. هل فعلا حدث يوم شهادة المشير بعض الهتافات ضد في المحكمة ضد المشير؟ حصلت فعلا ضد الهتافات ضد المشير، وسمعها رؤية وسمعها بنفسه، وكانت شهادات يا مشير قول الحق مبارك قتل المتظاهرين ولا لا، وبعض الهتافات الأخرى التي تحث المشير على الشهادة الحق، وتحث المشير على أنه ما يبرأش حسني مبارك، وبتحث المشير بتقول له أنت السلطة اللي أنت فيها دلوقتي أو اللي أنت الموجود المكان اللي أنت موجود فيه ده أنت بتستمده من الشعب، وشرعيتك من الشعب مش شرعيتك من مبارك. هل فعلا الشهادة لصالح حسني مبارك؟ هي المفروض انا ما اقولش الشهاده دي، بس هي فعلا الشهاده كل الكلام كان بينصب لحسني مبارك، قام بكل حاجه، وحسني مبارك اول ما عرف اللي فيه قتلى ومصابين طلب فتح تحقيق عاجل، والرئيس ما تاخرش وقال سياده الرئيس ما تاخرش، ولا قال الرئيس السابق ولا اي حاجه. شكرا يا فندم، شكرا.